صباح الخير أيها العالم، صباح الخير من أرض سبأ، صباح الخير من أرض الجنتين، صباح الخير من ريف اليمن السعيد، صباح جميل بجمال الزمان والمكان، صباح جميل على أصوات العصافير ورائحة القهوة وشيء من التراتيل التي نعشقها، صباح ريفي جميل يتنفس بلا روح ويفتح عيون الكائنات على إشراقة ربانية بأنغام البلابل وتراقص الفراشات المفعمة بالرقة والجمال الأخاد، صباح نقي بهوائه العليل وسندسه الأخضر الذي يسحر العيون برونقه ونضرته وطيب نسيمه المداعب للغصون، صباح بهي ومشرق بطبيعته الخلابة ومناظره الساحرة وأجوائه الفريدة التي تفوح برائحة العشب الجذاب والزهور العطرة، ما أجمله من صباح سعيد وما أروعه من نعمة عظيمة، وقد أبدع الشاعر اليمني مطهر الإرياني في وصف هذه الأجواء بقصيدة رائعة غنى بعض أبياتها الفنان أحمد السنيدار، ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين يطلع، ما أبهى وما أصفى هواه، هذا محمد فواز العامر يحييكم من ريف محافظة تعز. بعد عناء طويل من الجفاف والقحط من الله علينا بفضله وكرمه، أمطار غزيرة التوت على إثرها الأرض، وجرت الأودية وسالت الشعاب، وامتلأت الخزانات بالمياه، وانبعثت في النفوس الطمأنينة والسكينة بهذه النعمة العظيمة. بهطول الأمطار يستبشر الجميع وترتسم ملامح البهجة والفرحة على وجوه الفلاحين والمزارعين بشكل أكبر، وتنتشي الأرض فرحا وطربا بالخير القادم الذي سيعم الجميع، لتساقط المطر ونسائمه الباردة وهواؤه النقي ومنظره الجميل والممتع، وقع جميل في القلوب وفي النفوس، ويساهم في تغيير مشاعر الكثيرين للأفضل ويدفعهم لتناسي آلامهم وأحزانهم. وقد أبدع الشاعر في وصف هذه الأجواء حيث قال: مطر يهادينا الحياة فترتوي أرواحنا قبل ارتواء الأودية، قطراته تشفي الذي أزرى بنا من دائنا وكأنما هي أدوية، ما ساقها الرحمن إلا وصفة طبية لجراحنا المستعصية. هذا محمد فواز العامر يحييكم.